السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، كما أسأله جل وعلا أن يسددني في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي أم جنى. أم جنى، مرحبا دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور. عندي سؤالي الأول، زوجي يسافر من بغداد إلى محافظة أخرى فوق 180 كيلو تقريبا، كل 3 أيام يروح خفر يوم 24 ساعة ويرجع. صار على هذا الحال تقريبا 4 سنوات، هو يجمع ويقصر، هل هذا الشيء تمام؟ وإذا ما يجوز ممكن يعني شنو يعني يعوضهن أو كيف؟ لكن هو عنده سكن في المكان اللي يذهب إليه؟ اي عنده سكن مال الموظفين، يعني سكن جماعي. نعم، وكم يجري الساعة هناك؟ 24 ساعة. يجري 24 ساعة يوم أو مرات يوميا، يعني ليلتين إن شاء الله. السؤال الثاني. السؤال الثاني، حابة أعرف إذا كنت أنا أعمل في شركة هي عراقية، لكن الممول لهذه الشركة هي جهات أجنبية ألمانية أو يعني هولندية أو كذا، فالراتب يكون عن طريق هذه المنح اللي تجي للشركة، إحنا ننفذ المشاريع المقترحة من قبل الممول ونستلم إحنا الراتب بشكل يعني أما دولار أو دينار. بس السؤال إنه هي هل هذا حلال أم حرام، رغم إحنا نشتغل ويا عراقيين والعمل فقط تنفيذ داخل العراق، يعني نفتح مشاريع للشباب وكذا ويكون الراتب من الممولين الأجانب. يعني الشركات العراقية هي مثل ما يقولون العمل بالباطن، الشركات الباطن. اي يعني الشركات اي يعني نعم. ما اعرف نعم. شنو الباطن، بس احنا نشتغل بالعراق، يعني نعم. نشتغل ويا نعم. العراقيين. واضح واضح، ابشري يا مجد. السؤال السؤال الثالث، انا استلمت سلفة قدرها 10 ملايين، من استلمتها ورا بعد 10 أشهر من اشتراكي بالسلفة اشتركت فيها، هذه 10 ملايين صرفت منها 6 ملايين، بقت 4 ملايين، هاي 4 ملايين بقت عندي فترة وبعدين صرفت بيها، هل عليها زكاة؟ أنا بعد 10 أشهر استلمت السلفة. إيه، والأربع ملايين يعني مضى عليها سنة كاملة؟ لا ما مضى عليها السنة، يعني طيب. أقل السنة تقريبا 8 أشهر، بس هل يعني هل أقدر أحسبها من أول يوم اشتركت بيه بالسلفة أم من يعني من وراء 10 أشهر؟ إن شاء الله يا أم جنى. مرحبا مرحبا. تفضل يا رجاء. رجاء. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ، بالنسبة لغطاء الوجه أنا سمعت أكثر من فتوى، يعني قول يقولون واجب قول يقولون مستحب، ما هو الراجح؟ إن شاء الله يا رجاء. السؤال الثاني شيخ، أنا من أطلع خارج البيت ألبس حجاب كامل بس ما أغطي وجهي، يعني علي اسم، يعني ما سمعت من قول من العلماء يقول يعني في اسم على المريضة ما تغطي وجهها، بس ممكن جواب صحيح؟ إن شاء الله يا رجاء. شكرا شيخ. عفوا. تفضل أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال شيخ؟ مرحبا أخوي، أهلا. شيخ عندي 3 أسئلة. تفضل. السؤال الأول شيخ، بغينا نروح العمرة إن شاء الله بإذن الله. نعم. نبغى كيف يعني نتوضأ من نغسل وتوضأ من البيت ونلبس الإطلاق، وفي الطيارة نلبس إحرام، والوضوء كيف يعني نمص على الإطلاق ولا كيف، شو الترتيب؟ يعني تلبسون الجوارب؟ اي نعم. يعني الرجال قصدك ولا النساء؟ مثلا لبسنا من البيت غسلنا ولبسنا ونبسنا جوارب نروح الطيارة. ايه. بالطيارة نلبس الإحرام يعني. ايوه. ايه. ان شاء الله. والوضوء كيف يعني يكون على وضوء او مثلا ما مثلا الوضوء اللي وضعناه في البيت
عندنا اذا يكون الوضوء مثلا في الطياره او وضوء في المطار نص على الجراب يعني. ابو محمد اول مره تسافرون العمره؟ لا لا مش اول مره شيخ. ها تلبسون قبل تلبسون الدلاغات في العمره؟ لا لا مش في العمره شيخ، يعني في الطياره. في الطياره طيب. نعم ان شاء الله بفصل لك ابو محمد ابشر. السؤال الثاني. السؤال الثاني عشان الاذكار بعد الصلاه. ايه. هو مثلا اذكار الصباح والمساء. يعني بعد الصلاه على طول نفس المكان نقعد ولا نتحرك نروح مكان ثاني؟ ما في مشكله. ان شاء الله. ايه. او مثلا انا طلعت من المسجد في الطريق انا او في السياره اقول اذكار الصباح والمساء عادي يعني ولا فيها شيء يعني. نعم ان شاء الله. ايه وفيها بالنسبه للورث يعني. ايه. الواحد اذا يكون الوحده يعني ما عندها بنات الاولاد والبنات عنده بنات بس بنات والزوج يعني. الاخت طبعا اخت الوحده توفت من قبل الشخص. هل هذا يورث ولا ما يورث؟ يعني الآن تقول امرأة توفيت عندها زوج وبنات فقط. ريال مش امرأة، ريال. ها رجال توفي عنده زوجة وبنات. زوجة وبنات فقط. عنده بنات وزوجة وعندها أخت وعندها أخت يعني متوفي قبل الريال. ها توفيت. هل هذاك اللي متوفي هسه ورثه ولا ما هسه؟ يعني الرجل عنده أخت ها؟ إي نعم أختين عنده. وما والأخت الثانية عايشة؟ إي نعم. طيب أبشر أبو محمد. واحدة توفت نعم. طيب. حياك الله. مرحبا. من؟ تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله الف خير يا شيخ. والله عندي سؤالين. ايوه. السؤال الاول يعني مثلا في المسجد لما مثلا نصلي مثلا في المسجد مكتوب انه مثلا الزمن بين الاذان والاقامه ثلث ساعه. يعني في الفتره دي الزلمه مثلا ممكن يسبح وممكن يذكر يقرا قران. هل هذا الزمن ممكن الواحد مثلا يحسبه في البيت يعني لما نصلي في البيت؟ ان شاء الله. السؤال الثاني انه زكريا عليه السلام لما سال ربنا سبحانه وتعالى قال رب اجعل لي ايه، قال ايتك لا تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار. هل التسبيح هنا بس الصلاه يعني؟ داخل الصلاه قصدك؟ لا ما داخل الصلاه يعني الصلاة يعني مثلا التسبيح بس صلاة بس ولا يعني التسبيح يعني كده مثلا الذكر يعني؟ إن شاء الله. مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر من الأسئلة المجموعة الأولى. بالنسبة لي طبعا عندي سؤال من إحدى الأخوات من الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة، الأخت منى من دبي من أخواتنا من الصم، تسأل تقول بأن توجد امرأة قالوا لها لا تخلع الذهب وإنما تركيه دائما على يديك وفي صدرك لأن فيه بركة، هل هذا الكلام صحيح؟ أختي منى يعني لم يرد عندنا في القرآن ولم يثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل هذا من يعتد بقوله مثلا من الصحابة والتابعين والأئمة على أن والله المرأة إذا أبقت الذهب في رقبتها وفي يديها أو معصميها مثلا فيه بركة، ما ثبت عندنا شيء من هذا مطلقا، فليس لبقاء الذهب في العنق أو في اليدين فضيلة، ما ثبت في هذا شيء. بارك الله فيك. أم جنى من العراق سألت مجموعة أسئلة، تقول في سؤالها الأول بأن زوجها يسافر من العاصمة بغداد إلى محافظة تبعد 180 كيلومتر وتقول هناك يبقى 24 ساعة ثم يرجع إلى بيته، وتسأل عن الجمع والقصر. أختي أم جنى من العراق بارك الله فيك وبارك الله في زوجك، بالنسبة لزوجك المسافة بين بغداد وبين المحافظة هذه مسافة سفر لأنها قلت 180 كيلو، فيحق له أن يجمع وأن يقصر في الطريق ذهابا وعودة ما دام أنه في الطريق. أما إذا وصل إلى محل العمل، قد سألتك أنا وقلت لك هل يوجد سكن؟ قلت نعم، إذن تعتبر إقامة ثانية له. فإذا وصل مكان العمل فإن السفر ينقطع، في القول الراجح من قول أهل العلم، ولذلك يصلي كل صلاة في وقتها تامة غير مقصورة، إلا إذا احتاج إلى الجمع فإنه يجمع من دون قصر في المكان الذي وصل إليه. ف
فإذا انتقل من المكان راجعا إلى بيته في الطريق نعم يقصر ويجمع. أم جنى من العراق تقول: أنا أعمل ضمن شركة عراقية الممول أجنبي، شركات أجنبية، تسأل عن الراتب، تقول يعني لأنه أصلا يأتينا من الجهة الممولة الأجنبية، وأحيانا نستلم بالدينار أو بالدولار، ما حكم ذلك؟ أختي أم جنى بارك الله فيك، بالنسبة للوصف اللي ذكرتيه بأنك تعملين في شركة عراقية، وهذه الشركة أصلا مثل ما يعبر أهل الاقتصاد بأن ممكن يكون ما يسمى بالعمل بالباطن، يعني هناك شركة كبيرة جدا، هذه الشركة تعرض على شركات صغيرة القيام بتنفيذ مشروعات معينة لعدم قدرتها أو لعدم وجود الأيدي العاملة عندها، فتقوم شركات صغيرة بالتعاقد معها على تنفيذ مثلا بعض الأعمال وتأخذ منها يعني المتفق عليه، ثم توزع الرواتب على الموظفين، ما فيها شيء يا أختي الفاضلة، ما دام أن العمل مباح، يعني طبيعة العمل مباحة، يعني في مثلا في الأدوية، في الخشب، في الإسمنت، في الحديد، في البناء مثلا، في شيء من هذا القبيل، أنا أضرب أمثلة فقط، ما دام أن العمل مباح ما في مانع أختي الفاضلة، والراتب إن شاء الله حلال متى ما قام الإنسان بما أوكل إليه من عمل. أم جنى تقول: يعني أنا استلمت سلفة 10 ملايين، وبعد 10 أشهر صرفت 6 ملايين وبقي 4 ملايين، تقول هل يعني تجب فيها الزكاة؟ أختي أم جنى بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرتيه خاصة وأنك قلت بأنه ما مضى عليها الحول، يعني ما مضى عليها سنة كاملة، فليس عليك فيها زكاة، ليس عليك فيها زكاة. أما 4 ملايين إذا فعلا مضى عليها سنة كاملة من ساعة استلامك لها، كملت الآن سنة كاملة 12 شهر قمري عربي، فإن الزكاة تجب فيها، فالراجح من قول أهل العلم، لأن هذا المال قابل للنماء، هذا المال لو شغلتيه اشتغل، ولو تاجرت فيه يعني أعاد عليك بأرباح وأعاد عليك بأشياء، فتخرجين زكاته إذا أكمل يعني السنة كاملة، لأن 4 ملايين قد بلغ النصاب. فيبقى الشرط الثاني وهو مضي سنة كاملة، حول كامل، اللي هو بالأشهر القمرية العربية. بارك الله فيك. رجاء من العراق تسأل عن غطاء الوجه، تقول يعني قرأت بأن فيه خلاف، وكذلك تقول بأن تخرج هي متغطية ولله الحمد، لكن من دون تغطية الوجه، ما حكم ذلك؟ رجاء من العراق بارك الله فيك، كما يعني سمعتي ووقفتي عليه، فإن مسألة الوجه فيها خلاف بين العلماء، ما بين آمر بتغطية الوجه وما بين قائل بأنه لا يدخل ضمن العورة، والخلاف هذا قديم، يعني حكي عن بعض الصحابة وحكي عن السلف الصالح، وهو أيضا محكي عن بعض أئمة الاجتهاد في المدارس الفقهية المعروفة. ولذلك الإنسان المرأة تنظر في هذه الأدلة وترى ما هو الأقرب إلى الصواب، وهناك رسائل كتبت في هذا الباب، رسائل كتبت في أن كشف الوجه مباح، ورسائل كتبت بأن كشف الوجه محظور على المرأة، فأنت اقرأي في هذا وانظري، ويعني احرصي على أن تتجردي للحق، وأن لا تأخذي بالتشهي والهوى، وشوفي أيها الأقرب إلى الصواب وإلى الأدلة الشرعية. بارك الله فيك. أبو محمد من أبو ظبي يقول: نحن ناوين الذهاب إلى العمرة، يسأل عن كيفية الوضوء في البيت ومسألة لبس الجوارب إلى غير ذلك. يا أبا محمد بارك الله فيك، وسهل الله دربك ويسر الله عمرتك، وصلى تعالى أن يعني يوفقكم ذهابا وعودة، وتعودون إن شاء الله بغنيمة وبأجر. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان الذي يريد الذهاب إلى العمرة، إذا كان في الطائرة الأفضل له، الأفضل والأكمل، أن يستعد في بيته، يأخذ الشعر المأذون بأخذه، قلم أظفاره، يغتسل ويتنظف، وإذا جاء المطار الأفضل أنه يلبس لباس الإحرام وليس يحرم، لأنه ما وصل الميقات، في فرق بين لباس الإحرام وفي فرق بين الإحرام. الرجل يتجرد عن المخيط، ما يترك شيء من المخيط، لا ثوب ولا فانيلة ولا سروال
ولا طاقية ولا غترة، ولا يلبس شراب للدلاغ اللي ذكرت، ينزع الدلاغ، وإذا قرب من الميقات قال لبيك اللهم عمره، بقلبه ينوي ثم يفصح بلسانه بالتلبية، يقول لبيك اللهم عمره. واضح؟ تقول لي والله أنا عندي تجربة والحمد لله يعني سابقة، وأستطيع أني أحرم في الطائرة. الله يقويك ويعينك. إذا في الطائرة قبل الميقات بنصف ساعة بأربعين دقيقة اخلع الملابس، تجرد عن المخيط، وشيل الدلاغات. ركزت على الدلاغات ليش؟ لأنك أنت ذكرتها، ما أدري وش السر في الدلاغات هذه. لازم تشيل الدلاغات، لازم تنزعها، لأن ما يصلح أنك تحرم بالدلاغات بالجوارب هذه، وإنما تحرم بنعلين، ولا يكون مثل الخفين، يعني مثل ما يسمى البوت هذا أو الحذاء الرياضي، ما يصلح هذا. لازم يكون بحذاء مكشوف ظاهر القدمين. واضح؟ وفي الطائرة إذا استعديت الحمد لله وقالوا لك والله باقي ربع ساعة أو عشر دقائق عن الميقات، قل لبيك اللهم عمر حتى لا تتجاوز الميقات، لأن الطائرة سريعة. بهذا الحمد لله تكون قد استعديت وتصل مكة. ما تبقي شيء يا أبو محمد، ما تبقي شيء من المخيط، لا طاقية ولا غترة ولا عقال ولا فانيلة ولا سروال ولا ثوب ولا بنطال ولا جوارب اللي الدلاغات، ما تبقي شيء. بارك الله فيك. الساعة نعم يجوز لك تلبس الساعة، الخاتم يجوز، النظارة يجوز، بعض الناس يقول أنا عندي سماعة أذن يجوز، ما فيها شيء. السوار اللي يحطونه في المعصم أحيانا لبعض المرضى، ما في شيء، ما له علاقة بالمخيط هذا. واضح؟ والحمد لله تربي حتى إذا وصلت مكة بعد ذلك الحمد لله. تقول والله أنا مسحت على الجوارب عندي في البيت وودي أكمل في الطائرة مثلا عشان أصلي وتمسح عليه، ما فيها شيء. لكن إذا جيت تحرم لازم تشيل الجوارب، لابد من نزعها. بارك الله فيك. أبو محمد من أبو ظبي يسأل عن أذكار اللي بعد الصلاة وأذكار الصباح والمساء، يقول هل يلزم أن تكون في نفس المكان بعد الصلاة، ولا لو كانت حتى وأنا ماشي في الطريق أو في السيارة؟ أبو محمد بارك الله فيك، عندنا الآن أذكار ما بعد الصلاة، وعندنا أذكار الصباح وأذكار المساء. أذكار ما بعد الصلاة من السنة أن يقولها المصلي بعد الصلاة في مكانه الذي هو فيه، هذا من السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه كان إذا انتهى من الصلاة غير مكانه لأجل أذكار ما بعد الصلاة، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفارق محل صلاته حتى ينتهي من الأذكار، إلا في الحالات الطارئة، مثل مرة لما صلى قام مسرعا لوجود مذهبية عنده في البيت نسيها عليه الصلاة والسلام، جاءته من اليمن، هذه حالة طارئة. لكن الأصل أن الإنسان إذا صلى يجلس بعد الصلاة يأتي بالأذكار، يأتي بالاستغفار ثلاثا واللهم أنت السلام، وبعدين يأتي بالتسبيحات والتهليلات والتحميدات، ويأتي بآية الكرسي والقواقل، ها هذه بعد الصلاة. طيب هل هذا فرض؟ الجواب لا، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب شخص يقول والله أنا عندي دوام، دوامي في زحام وفي كذا، لازم أني أطلع بعد الصلاة مباشرة. طيب ما دام صليت الفرض اطلع وكمل أذكارك في الطريق وفي الصلاة، يعني في السيارة كمل أذكارك وأنت ماشي من المسجد وأنت في السيارة، الحمد لله أتيت بالسنة ما خالفت. لماذا؟ لأنك أنت محتاج إلى أنك تطلع مبكرا. واضح؟ بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح الله يرضى عليك ما له علاقة بالمسجد. أذكار الصباح يقول الإنسان من بعد أذان الفجر الثاني اللي يحرم على الصائم أن يأكل فيه، يبدأ أوقات ذكر الأذكار الصباح من هذا الوقت، من هذا الوقت تقولها بين الأذان والإقامة، بعد الصلاة تقولها، وأنت راجع للبيت تقولها، وأنت مستلقي على سريرك بعد صلاة الفجر وبعد ما أتيت بالأذكار، الأمر في هذا واسع. تقول وأنت في الطريق رايح جاي من بيتك للمسجد وراجع من بيتك للمسجد مثلا، كل هذا مشروع، ما له مكان معين بالنسبة لأذكار الصباح وأذكار المساء. كذلك أذكار المساء، فالراجح من أقوال أهل العلم أن من بعد صلاة العصر بفعل المصلي وليس بفعل المساجد، فعل المصلي، يعني الحرمة في البيت بعد ساعة مثلا صلت العصر، يبدأ وقت أذكار الصباح المساء بعد صلاته هي. واضح؟ بارك الله فيك يا محمد. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك يا شيخ. أبغى أسألك عن صلاة الفجر، أحيانا تروح علي نومة أطلع على أقوم على طلوع الشمس، أصليها وقتها وأقبلها مرة ثانية مع الظهر ولا مع العصر ولا خلاص؟ إن شاء الله. طيب، وعندي سؤال ثاني. واحد من أولادي الله يصلحه صارت مشكلة كذا، وقعد يرسل لي جوال علي الطلاق علي الطلاق 3 مرات، إني ما عدت أجي المكان اللي أنت فيه. يقولها لك أنت ها؟ أي المشكلة صارت بيني وبينه، فما أدري هل حلف هو حلف ولا هو طلاق، هو يعني زي ما تقول إنه بيحلف يعني. وزوجته ما له علاقة ها؟ لا لا ما له علاقة، هو أرسل لي بالجوال رسالة. إن شاء الله يا أم محمد. ونطقها بلسانه يعني صوت رسالة صوتية يعني أيه. أسمعتك وأنا مرت عاتبته وقلت له ما يصير وكذا، وقلت أسأل فيها شيخ، وتعرف الشباب ذولا ما هم مهتمين يعني. الله يهديهم ويصلحهم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. وسؤال ثاني يا شيخ، أحيانا يفوتني صلاة الشيطان الوتر، صلاة الوتر إيه صلاة الوتر إيه فوتني، أحسب إني بقوم مني، وأحيانا يأذن الفجر وأنا ما قد صليتها. إيه هل أصليها مع الضحى إن شاء الله ركعة واحدة ولا سبع ولا كيف؟ أبشر بين لي إن شاء الله. أبشر الله يعطيك العافية. مرح. شكرا ويعطيك العافية. شكرا. مرحبا. عمران. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله وبيك يا شيخ. أهلا وسهلا يا شيخ. توحيد الأسماء والصفات. أيوه. توحيد الألوهية والربوبية قسم ثلاثة أقسام يا شيخ. أيوه إيش فيها؟ هناك ما خرج علينا في الإعلام يا شيخ، قال هذا من بدع ابن تيمية وشيخ ابن عبد الوهاب، يعني قال هذا مغلوب، خرج علينا في الإعلام في ليبيا وخرج علينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال الكفر بالطاغوت هذا بدع، لا يوجد طور كفر بالطاغوت. طيب يا عمران. هذا يا شيخ. أبشر أبشر يا عمران. حياك الله. والشيخ السؤال الثاني يا شيخ. أيوة. عندما أشتري طائرة من خارج البلاد مستعملة. أيوة. أجد بها كتب الزبور أو الثورة أو الإنجيل. ماذا أفعل بها يا شيخ؟ إن شاء الله. حياك الله يا شيخ. مرحب مرحب. تفضل يا معالي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي 3 أسئلة. تفضلي. السؤال الأول، أنا حرمة كبيرة في التينية وعليها طبعا صيام رمضان فايت، نحن طبعا كنا عايشين في قرى وعايشين، تزوجت وأنا صغيرة وفي بعض الأحكام ما كنا نعرفها، فأنا الحين يعني متأزمة من الصيام هذا، ماني عارفة. أنا قضيت طبعا، لكن هو أنا أبغى الأحكام بالنسبة للقرى، أنا قضيت وهو جمع في شهر رمضان. أنت عندك صيام كفارة جمع في نهار رمضان ها؟ أيوة. وصمتي؟ أنا صمت وقضيته. زوجي طبعا يقول افعل، لكن أخرج كيف ما أدري. شهرين، صيام شهرين وليس 10 أيام. هو أنا علي 10 أيام، أنا علي 10 أيام. ليش 10 أيام؟ هذا أنت بالنسبة لكفارة الجماع شهرين متوسط. أنا عارفة شهرين هي على يوم واحد، لكن أنا علي 10 أيام. 10 أيام حقت إيش هذه يا أم علي؟ حق جماعة في شهر رمضان. طبعاً أنا تزوجت وأنا صغيرة وما كنت أعرف له. لا يا أخت الفاضلة، بالنسبة للجماع في نهار رمضان في كفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين مو بعشرة أيام. يا أنا عارفة يا شيخ، بس أنا أقول علي الإفطار 10 أيام. عندك إفطار 10 أيام. أيوة فهمت علي. غير يعني حقة الدورة الشهرية. لا لا لا، ما الدورة الشهرية لا. ها هذا جماعة في نهار رمضان 10 أيام متقطعة في سنين ما هي في سنة. يعني عندك حصل عندك جماع 10 مرات. أيوة في سنين متقطعة طبعا. أنا في السنوات متقطعة. الله المستعان. طيب وش سويتي أنت؟ أنا قضيت القضاء قضيته كلها، لكن أبغى لا أي قضيتها كلها الحمد لله. قضيت الأيام 10، لكن الكفارة؟ الكفارة ماني عارفة كيف نكفر، الكفارة بتكون قوية علي صعبة. هي 600 يوم عليك. أيوة لأني أنا الحين ستينية حرمة كبيرة وعندي مشاكل. طيب يا أم علي أبشري. السؤال الثاني. السؤال الثاني، كان أمي عندي حرمة كبيرة عندها زهايمر. أي. وكنت أعتني فيها.
وكانت تطيح بعض الأشياء، تجرح نفسها بعض الأشياء، كنت أقوم بربطها أحيانا يعني علشان ما تأذي نفسها. فأنا الحين يعني متأزمة من الشيء ده، أنا أخاف يكون اعتمت في أمي. هي توفيت ولا موجودة؟ توفيت رحمة الله عليها. لكن أنت لما تربطينها ما تؤذينها يعني، بس وقت تقيدين حركتها بس؟ لا لا ما أؤذيها، أنا أربطها ربط خفيف، لكنها تلف أحيانا هي تسبب نفسها مشاكل لأنها تطيح أشياء، تروح للشيء الحار تكبه عليها، فأخاف عليها فكنت أربطها. طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث، لكن يا معلي يعني هي ما ماتت بسبب يعني أذيتك ولا شيء لها، ما أذيتيها؟ لا يا شيخ، لا الله يرحم والديك. لا ايه زي الحمد لله، كانت في الكرسي سنين وتوفيت رحمة الله عليها. طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث، عندي ثرمة اعتمر العمر، طبعا تطهرا وكل شيء وراح عن مكة واعتمرا، وبعد ما اعتمرا طلع من الحرم تقول شمت ريحة ما هي كويسة في ملابسها، وهي تخشى يكون عليها شيء. شلون يعني؟ ما فهمت الآن، هي الآن حرمة مع مجموعة حريم ها؟ أيوة حرمة مع مجموعة حريم، يعني اعتمروا أي، وتقول بعد ما طلع من الحرم شم الريحة فريها في ملابسها. أي لكن ما لها علاقة بالدورة الشهرية. لا 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 هي حرمة كبيرة جدا. أي يعني تقول بأن ممكن خرج منها شيء ولا نجاسة ولا شيء. أيوة لأنها هي من دول العربيات دول. أي وهذه بعد العمرة. بعد العمر اكتشفها وهي تخشى يكون عليها شيء. ان شاء الله. ابشر يا ام علي، جزاك الله خير. يا مرحبا ومسهلا. ابو اسيا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله شيخ. اهلا وسهلا. فقط يا شيخ تفضل. انا مدير مدرسه في مدينه طنجه في مدرسة بسبب بعض شكاوى التي تعلقت بإزعاج الجيران، والإشكال أن المكان الذي كنا فيه قبل كان أكبر وأحسن، كان فيه يعني ساحة الخارجية وكانت الحجرات يعني أكبر وأوسع، وبحثنا للأسف عن مدرسة مثل الأولى، لكن للأسف يا شيخ ما وجدناه. وبسبب ذلك بعض الإخوة من الذين كانوا معنا في هذه المدرسة التحقوا أولادهم بمدرسة أخرى، والآن يطلبون مني تسديد الرسوم الدراسية يا شيخ. وسؤالي يا شيخ، هل يجب علينا تسديد الرسوم الدراسية علما أن هذه المدرسة ما زالت موجودة لكن في مكان آخر، مكان بعيد جدا؟ ليس بعيد، لكن في نفس المكان تقريبا، لكن الشروط ليست نفس الشروط يعني بسبب المسافه. وهل بينكم هل وضعتم شرطا في العقد بان الرسوم لا تسترد في ماله اذا انسحب الطالب مثلا؟ لا 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 شيخ، ما وضعتم شيء من هذا. لا. طيب يا ابا اسي ابشر، جزاكم الله خيرا. وياكم، حياكم الله. طيب الأخ أبو محمد من أبو ظبي يسأل، يقول يعني فيه رجل توفي وترك زوجة وبنات وأختين، الأخت توفيت قبله والأخت الثانية باقية، يقول ما الحكم؟ أبو محمد بارك الله فيك، طبعا الأصل أخي الفاضل اللجوء إلى المحكمة وإلى قسم التركات والمواريث للفصل في مثل هذه القضايا، لأنه أحيانا الإنسان يذكر بعض الورثة وينسى آخرين، فلذلك أخ الفاضل يعني قد يوجد هناك ابن عم مثلا، أو عفوا ابن أخ مثلا أو عم ما ذكرته، فلذلك أنا أنصحك بأن تلجأ إلى الجهة المختصة لتدرس هذه القضية. يعني أحيانا بعض الناس يسألنا سؤال ويغيب عنه بعض الأشخاص الذين قد يكون لهم نصيب في التركة، فمثلا القسم الآن الزوجة لها الربع، عفوا الزوجة لها الثمن والأخ أيضا لها نصيب. طيب يعني قد يكون هناك عم مثلا أو ابن عم مثلا، فأرجوك أنك تلجأ إلى الجهة المختصة بارك الله فيك.
أم حامد من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول يعني في المساجد مكتوب بأن الوقت بين الأذان والإقامة ثلث ساعة، تقول هل هذا نحسبه في البيت أيضا؟ أختي أم حامد بارك الله فيك وتقبل الله منك، بالنسبة لصلاة المرأة في بيتها ليس لها علاقة ولا اتصال بصلاة الجماعة في المسجد، لأن الله تعالى رخص للمرأة بترك الجمعة والجماعة، وهذا من فضل الله عز وجل على النساء، ولذلك لا يجب على المرأة الجماعة ولا يجب عليها الجمعة. على هذا ليس هناك ارتباط ولا اتصال بين صلاة المرأة في بيتها وبين المسجد، فالمرأة مثلا في البيت يجوز لها أن تصلي بعد الأذان مباشرة والمسجد بعد ثلث ساعة مثلا، المرأة يجوز لها أن تصلي بعد الأذان بساعة إذا كان الوقت يسمح بذلك، مثل الظهر والعصر ومثل أيضا العشاء، والمسجد قد خرج مثلا، ما في علاقة أخت الفاضل. أهم شيء أن المرأة تستثمر الوقت الذي بين الأذان والإقامة بأشياء، منها أولا بصلاة السنة الراتبة القبلية، مثل صلاة الفجر، صلاة الصبح فيها سنة راتبة قبلية، صلاة العصر أيضا، عفوا صلاة الظهر، صلاة الظهر فيها سنة راتبة قبلية 4 ركعات، الفجر ركعتين والظهر القبلية 4 ركعات. وهناك سنة مستحبة قبل صلاة العصر، قد ورد فيها حديث في السنن، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 حسنه جمع من أهل العلم، تنشغل بهذا. الأمر الثاني تكثر من الدعاء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، قد جاء عند الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله بعض الصحابة ماذا نقول، قال قل اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، تسألين الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وتسألين الله من خيري الدنيا والآخرة. بهذا أخت الفاضلة يعني يكون الأمر فيما يتعلق بقضية التوقيت الزمني بين الأذان والإقامة بالنسبة للمرأة. أم حامد من الشارقة تقول زكريا عليه السلام لما سأل ربه قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، تقول يعني كيف التسبيح هذا الذي أمر الله جل وعلا به زكريا. أختي الفاضلة أم حامد بارك الله فيك وفقك الله لكل خير، بالنسبة للتسبيح يطلق على معنيين، المعنى الأول الصلاة والمعنى الثاني الذكر. أما المعنى الأول الصلاة فما جاء في ذكر التسبيح في الغدو والآصال وفي العشي وكذلك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يحمل العلماء ذلك على الصلاة، يحملونه على الصلاة، فيقولون قبل طلوع الشمس صلاة الصبح وقبل غروبها صلاة العصر، ولذلك لفظة التسبيح أو السبحة تطلق على الصلاة. قد جاء في سنن في سنن أبي داود وغيره النبي صلى الله عليه وسلم سميت ركعتي الضحى بالسبحة، وجاء أيضا في حديث ابن عمر وغيره أنه كان يسبح على الصلاة يعني يصلي صلاة النافلة، فلذلك قد يحمل هذا أن الله تعالى أمره بالصلاة، ويحمل أيضا على الذكر قول سبحان الله سبحان الله، ولا شك بأن يعني هذا الذكر من أعظم الذكر وهو قول سبحان الله، ولهذا الله جل وعلا افتتح بعض سور القرآن بالتسبيح إما بالمصدر وإما بالأمر وعفوا وإما بالمضارع وإما بالماضي، يسبح لله سبح لله سبحان الذي أسرى بعبده، وهذا يدل على عظم التسبيح، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والحمد لله الإنسان يستطيع أن يجمع بين الأمرين، العبادة التي هي الصلاة ما دام أنها مشروعة على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا يذكر الله في هذا التسبيح الذكر المطلق. أم محمد من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول يعني أحيانا تفوتني صلاة الصبح وأقوم متأخرة عند طلوع الشمس، تقول أصليها وهل أقضيها مرة ثانية؟ أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لصلاة الصبح يجب على كل مسلم أن يواظب عليها وأن يحرص عليها وأن لا تفوته وأن لا يذهب وقتها إلا وقد صلاها،
ولهذا ربنا جل وعلا قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا سماها قرآنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ومما حقيقة يؤسف له ويحزن الإنسان ما عليه أحوال كثير من المسلمين هدانا الله وإياهم من التفريط في صلاة الصبح على وجه التحديد، ولهذا نجد صلاة المغرب والعشاء صفوف اللهم بارك، لكن صلاة الفجر صف صفين. أين هؤلاء الذين جاءوا في صلاة العشاء وفي صلاة الفجر؟ ها أين هم؟ هل غلبهم النوم؟ هل أخذهم النوم؟ هل يعني فرطوا في هذا النداء حي على الصلاة حي على الفلاح؟ لهذا أختي الفاضلة تنتبهين لنفسك وتحذرين من التفريط في صلاة الصبح. لكن إن حصل مرة مرتين في حياتك مثلا هذا أمر قد يحصل يعني للناس. عموما أختي الفاضلة بمجرد أن تستيقظي ها سواء عند طلوع الشمس قبل طلوعها بعد طلوعها لابد أن تسارعي إلى الطهارة الوضوء والصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. تقومي مباشرة وتأتين بهذه الصلاة، تقضينها عند صلاة الظهر ما في داعي، ليش تقضين عند صلاة الظهر؟ خلاص أديتيها. لذلك الإنسان الذي يعني تفوته وقت الصلاة إما أن يدرك يعني ركعة قبل خروج الوقت فيكون صلاها أداء، وإما أن لا يدرك ركعة قبل طلوع الوقت قبل خروج الوقت فيكون صلاها قضاء تكون قضاء. فأنت يا أختي الفاضلة إذا أدركتيها عند طلوع الشمس خلاص فاتك الأداء، أنت تصلينها قضاء الآن، تعيدينها مرة ثانية لماذا؟ ما تعيدينها، لكن تستغفرين الله يعني وتحرصين على أنك تكثرين من النوافل، هذه مكفرات من الله تعالى. أم محمد من السعودية تقول عندي واحد من عيالي مشكلته دائما يقول عليها الطلاق عليها الطلاق وما أجل مكان وما أجل مكان اللي أنت فيه وشيء من هذا القبيل. تسأل أم محمد تقول يعني ما حكم ذلك فيما لو إذا أتاني إلى المكان الذي أنا فيه؟ أم محمد بارك الله فيك، أولا أنا لن أستطيع أن أفتيك في هذا. لماذا؟ لأن الطلاق يختلف من شخص إلى شخص ومن قصد نية إلى نية وقصد آخر، لذلك المسألة صعبة وهذه فيها تحليل فروج أو تحريم فروج، نسأل الله العافية والسلام. لهذا أختي الفاضلة أنا أنصحك بأن تخبري زوجة ابنك، تقولي له تقولي للزوجة إن والله زوجك طلق الآن على شيء تافه جدا ولذلك تمتنع امرأة عنه، وتقول حتى تجيب لي فتوى من سماحة المفتي أو من دار الإفتاء حتى يعرف إن 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 المسألة هذه ما يلعب فيها. هذا كلام خطير، واضح بأن ابنك استمرأ هذا الشيء، يعني بنت الحلال زوجته ما له علاقة بريئة مسكينة، راح خلاف بينه وبينك وراح يطلق زوجته، وش ذنب بنت الحلال هذه إن يطلقها بهالطريقة هذه ويعلق الطلاق عليها؟ لهذا يا أختي الفاضلة إذا أنت بغيت تأدبين ولدك وتجعلينه يترك جعل الطلاق مثل العلك بلسانه، على كل حال يمكن هذا معك أنت يمكن مع أصدقائه الله العليم يعني على كل شيء، ها ممكن على يبغى يكرمهم يقول عليها الطلاق، يمكن راح وياهم للمطعم مثل ما يصنع بعض الشباب عليها الطلاق اللي هو يدفع، ها يروحون يدفعون عنه وما دفعه، ولا على أشياء تافهة. فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة نصيحة لك ولغيرك، لكل امرأة ولكل أم ولكل يعني بيت عندهم شخص مستهتر بموضوع الطلاق ومتساهل فيه إن ما يتسامح فيه، يقال له اذهب إلى المحكمة ولا إلى دار الإفتاء وجيب لنا فتوى، ويطلبونه ويطلبون زوجته ويبدون يسألون وش الحالة اللي عليها وكم طلاق طلق وش قصد في هذا الطلاق، ويحلفون بالله المشايخ اللي يشوفون الرجل مستهتر يجعلون يقسم بالله العظيم إنما قصد الطلاق وإنما قصد الحث أو المنع مثلا. يتأدب ولدك، أما تاركته هالشكل وتأخذين فتوى جاهزة ما يصلح يا أخت الفاضل، بيستمر ولدك يقول الحمد لله كفر 10 مساكين ولا همه، ما يصلح، لازم يتأدب ولازم يعرف أن الله حق ولازم يقضب الطريق ويكرم بنت الحلال اللي مسكينة ما تدري عن هذه الأشياء وجعلها يعني سلعة هكذا
حال الغضب وحال الرضا، ولا مع والدته بعد، مع والدته. فأنا أنصحك نصيحة فيها إن شاء الله خير لك وخير لابنك، ونصيحة لكل بيت عنده من هذا النوع من المستهترين بالطلاق. والله جل وعلا يقول: لا تتخذوا آيات الله هزوا. هذه الآية جاءت في سياق آيات الطلاق، يعني لما جاء ذكر الطلاق وكذا داخل هذه الآيات يقول جل وعلا: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فلهذا أختي الفاضلة هذا جوابي لك ولغيرك، بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول: تفوتني صلاة الوتر، وأحيانا يؤذن الفجر وأنا ما صليتها، ما العمل؟ أم محمد بارك الله فيك وتقبل الله منك. صلاة الوتر يبدأ وقتها من بعد العشاء، يعني من بعد السنة الراتبة إلى أذان الصبح، في قول جماهير أهل العلم. من العلماء من يقول ممكن أن تصلى إلى إقامة الصلاة صلاة الصبح، لكن قول جماهير أهل العلم أن وقتها ينتهي بطلوع الصبح، اللي هو الأذان، العلامة الآن الأذان إذا أذن الصبح. إذا فاتت الإنسان يقضيها من الضحى. كم تصلين يا أم محمد أنت كل ليلة؟ 3 ركعات؟ صليها 4، لأن ما في وتر في النهار، الوتر في الليل بس، يصير قضاء تقضينها وقت الضحى 4 ركعات. تقولي: لا والله الحمد لله والفضل لله أصلي 11 ركعة، صلي 12 ركعة وقت الضحى، هذا قضاء. وبهذا الحمد لله تكونين يعني قد عوضت اللي فاتك من صلاة الوتر. عمران من ليبيا يسأل عن، يعني يقول: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. يقول بعض الناس بأن هذا التقسيم بدعة، ما يعني الحكم في ذلك؟ يا عمران بارك الله فيك، أولا في قاعدة مهمة، وهي أن أهل العلم رضي الله عنهم ورحم الله الأموات يسهلون العلم للناس، يسهلون العلم للناس، ولذلك العلماء نالوا هذه المرتبة السنية والمكانة العلية والمنزلة الرفيعة حينما رفع الله من شأنهم بقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ما نالوا هذه المرتبة إلا لأنهم يقومون على صيانة الدين وحماية الدين ورعاية مصادر وموارد الدين من التكدير ومن التلبيس ومن المحدثات، فشأنهم عظيم. رحم الله الأموات وحفظ الأحياء. ومن جملة ذلك أنهم يسهلون العلم، سهلون العلم، ومن تسهيلهم للعلم التقاسيم هذه والفروق، وذلك للتمييز بين الأشياء التي قد يعني تلتبس على الناس وتشكل على الناس. وربما هذا القائل الذي أنت ذكرت لو قلت له: كم أركان الصلاة؟ لقال لك 10 أو 12 أو 14 ركن. تسأله: أين الدليل من القرآن أو السنة على أن أركان الصلاة 14 ولا 12؟ قال لك: لا، هذا بالاستقراء. قل له: طيب، وهذا بالاستقراء مثلا؟ تقول له: يعني ما هي نواقض الوضوء؟ سيقول لك: 8 أو 7 أو 6 مثلا، على حسب المذاهب. طيب، أين الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نواقض الوضوء كذا أو الآيات القرآنية؟ ما فيه، هذا استقراء. ولذلك كتب الفقه وكتب العلم وكتب العقائد فيها استقراء، استقراء للنصوص. يقوم العالم فيستقرأ هذه النصوص ويحاول أن يسهل العلم ويبسط العلم للناس ويقدمه بمثل هذا القالب. وهذا من فضل الله على هؤلاء العلماء. ومن ذلك مسألة اللي ذكرت أنت، يعني ما يتعلق بتوحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. لما حصل خلل في الأمة، يعني قريب، بل هو من عصر الصحابة، وثبت من بعض الصحابة أنهم ذكروا هذا التقسيم، والتابعين كبار التابعين ذكروا هذا التقسيم، وهم من باب تسهيل العلم. فلما ذكروا مثلا توحيد الربوبية، توحيد الله بأنه هو الخالق الرازق المدبر الملك الذي إليه الأمر، هذا التوحيد هذا لا يشفع للإنسان إذا اقتصر عليه دون البقية أن يكون مسلما. لماذا؟ لأن هذا يعتقد فيه جميع المشركين. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم كان يقرون بأن الخالق الرازق المحيي المميت المدبر هو الله عز وجل. أبو جهل كان يحب الله ويخاف من الله ويقر بهذا، لكن ما شفع له في دخول الإسلام. لماذا؟ لأن عنده خلل في توحيد العبادة،
اللي هو التوحيد الإلهية. فالعلماء أرادوا أن يوضحوا للناس حتى لا تتت آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الجواب الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فالناس لابد أن يعرفوا بأن هذا متقرر أصلا في الفطر والنفوس، أن الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ها هذا كلهم يعني البشر معترفون به. توحيد الإلهية اللي هو توحيد العبادة، لما قسموا العلماء بيّنوا بأن هذا هو الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله عز وجل إلى أم مثلا في بدايته إلى أمة العرب، هو اللي بعث إلى الثقلين، ما كان يقول للناس لابد أن تؤمنوا بأن الله هو الذي خلقنا أبدا، أو أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، يعني يقررهم على ذلك لأن معترفين هم بهذا، معترفون بهذا. إنما قال كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، وأن العبادة لا تصرف إلا لله. فهم هؤلاء يعرفون الله وجعلوا بينهم وبين الله وسائط إلى الأوثان والأصنام يأتون إليها فتقربهم إلى الله كما يزعمون هم، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف. هذا الذي بعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام لإبطاله. لذلك العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وأن لا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة قليل كان أو كثير صغير أو كبير إلا لله عز وجل، إلا لله عز وجل. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذه الدعوة، بل حسم كل الذرائع التي تؤثر على هذا جناب هذا النوع اللي هو توحيد العباد. توحيد العباد، توحيد الأسماء والصفات بالاستقراء هو حصر أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، وبيان ما لله للحق في ما لله عز وجل في ذلك من الحق. واستقرأوا ذلك من نصوص القرآن والسنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. قام العلماء استقرأوا القرآن، أخرجوا بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى 99 اسم، وثم أجروا القواعد. أعظم قاعدة من القواعد في هذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بمعنى أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسول، نثبت لله ما ذكره الله في كتابه وما أثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام من دون التعرض إلى الكيفية، وإنما نثبت المعنى أن الله سميع، إذن بسمع وله أثر، بصير عليم قدير خبير سبحانه وتعالى. ويتعاملون مع هذه الأسماء أولا، ثانيا بأن توقيفية لا مجال للعقل والاجتهاد فيها بوجه من الوجوه، حسنى قد بلغت في الحسن الغاية والمنتهى ولا نقص فيها بأي وجه من الوجوه، وهكذا. هذا استقراء يا أخي الفاضل، يعني لا يقف الاستقراء على مثل هذا. ولذلك هي جميع مسائل العلم التي سهلت للناس بمثل هذه الطريق، فما في داعي إلى مثل هذه يعني المجازفات والتهم. وهذه والله الحمد يعني خير معين للإنسان على أن يقف على قنطرة العبودية لله عز وجل، وأن يلقى الله عز وجل وهو مستجيب له ومستجيب لرسوله عليه الصلاة والسلام، وقد أدى ما أمر الله جل وعلا به. وهذا الباب من أخطر الأبواب، لأن العلاقة مع الله عز وجل فيما يتعلق بذاته، فيما يتعلق بصفاته، فيما يتعلق بأسمائه، فيما يتعلق بأفعاله، فيما يتعلق بما له الحق من العبادة، وهو لذلك قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. بارك الله فيك. عموما يا أخي الفاضل، فهموا الناس برفق ولين، حاولوا أن يعني الإنسان لما يتكلم بأدلة، ما تكون ردات الفعل عاطفية، وإنما يتكلم الإنسان. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه، وليس بمقدورنا إقناع جميع الناس أو إدخال الناس كلهم، هذه لله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
عمران من ليبيا يقول أحيانا أشتري سيارة من الخارج أجد فيها بعض الكتب المخالفة لعقيدة المسلمين، ماذا أفعل؟ يا عمران بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الكتب التي تجدها في بعض السيارات التي تشتريها من الخارج ممكن أن تذهب بها إلى الجهات الرسمية تتصرف فيها وفق ما لديها من تنظيم ومن يعني ترتيب معين مثلا، أو أنك يعني تحتفظ بها مثلا أو تتلفها، لا حرج في ذلك لأنها دخلت في ملكك مع السيارة والتابع تابع، فأنت تتصرف فيها إتلافا أو تدويرا بحيث تدور أو تسلمها إلى الجهة المختصة. أم علي من السعودية تقول يعني في حرمة كبيرة، هي تقول عن نفسها بأن عمرها في الستين وكذا، قديما مضى عليها بسبب الجهل أن حصل جماع بينه وبين زوجها 10 مرات في سنوات متفرقة، تقول قضيت 10 أيام، لكن المشكلة الآن أنا لا أستطيع أني أصوم 600 يوم لأن كل جماع فيه صيام 2 متتابعين. تقول ما العمل؟ أختي أم علي بارك الله فيك، إذا كان الأمر يشق عليك بمثل هذه الطريقة وما عندك القدرة على الصيام وأنت تقول والله أنا أعرف حالي وأعرف قدراتي، تلجئين إلى إطعام 60 مسكينة عن كل حالة جماع حصلت، وذلك للتالي. أولا طبعا أنا يعني الذي يظهر لي أن الترتيب بين الكفارة الواردة في مسألة الجماع واجب، عتق رقبة فإن لم يجد فالصيام 2 متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكين، لكن هذه المسألة ليس فيها إجماع، ولذلك من فضل الله يعني المسائل الخلافية هذه أحيانا فيها فرج وفيها سعة، فأنت ما دام هناك قول بأنه لا يجب الترتيب، لا يجب الترتيب، ولذلك ما دام أنت وصلت إلى حالة من العجز وعدم القدرة على الصيام تلجئين إلى إطعام 60 مسكينا عن كل حالة من حالات أقيدها أحيانا. تقول بعدين توفيت رحمة الله عليها، تقول لكن بدأت ألوم نفسي يعني هل هذا الفعل صحيح؟ أختي أم علي بارك الله فيك، أولا يعني أنت الآن المرأة هذه ذهبت الآن بين يدي الله عز وجل وبين يدي أرحم الراحمين، كان الواجب عليك أنك ما تتصرفين هذا التصرف، لأن هناك يعني أساليب ووسائل ممكن تستعملينها غير تقييد حريتها بمثل هذه الطريقة، مثل يعني وضعها في غرفة وإغلاق الباب عليها مثلا، جعلها في كرسي مثلا معين والكرسي محاط مثلا بشيء يمنعها من الحركة مثلا، هذه أمثلة أضربها أنا، يمكن قد تكون عندك يعني أساليب أفضل مما ذكرته، لكن عموما أما وقد مضى الأمر وأنت كما قلت وسألتك أنا هل كان القيد يؤذيها، قلت لا ما كان يؤذيها وإنما يقيد حركتها فقط، ما عليك شيء واستغفري لها وأنت تصدقي كثيرا واستغفري، الحمد لله الأمر يعني الاستغفار لأمور تعلمينها وأمور لا تعلمينها، ما عليك شيء في مثل هذا الأمر ولله الحمد. أم علي تقول يعني حرمة ذهبت مع مجموعة نساء إلى العمرة وبعد العمرة شمت رائحة غير جيدة كريهة، تقول يعني وبعدين شكت ما حكم عمرتها. يا أختي أم علي بارك الله فيك، طمئنيها وقولي لها أمورك طيبة وإن شاء الله عمرتك مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، وبالنسبة لهذه الأشياء التي بعد العمل هذه يلهو عنها الإنسان ولا يلتفت إليها، ودائما الأشياء التي يشك فيها الإنسان بعد العمل مطروحة ولله الحمد والمنة، وحتى لو قلنا بأنه مثلا صدر منها رائحة كريهة أثناء السعي، السعي لا يشترط فيه لا الطهارة ولا إزالة النجاسة، السعي يعني لو كان على الإنسان نجاسة وما يدري وما عليه شيء أو كان محدث ما عليه شيء، الطواف هو اللي تكلم العلماء عليه بأنه يجب فيه الطهارة. عموما طمئنيها وقولي لها ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أبو آسيا من فرنسا بارك الله فيه يقول يعني أنا عندي في بلدي يعني في طنجة في المغرب فتحت مدرسة ويعني من شهرين وبعدين حصل شكوى من الجيران بسبب الإزعاج وانتقلنا إلى مكان آخر لكنه مكان ضيق يعني غير المكان الأول أول أخرى ويطالبونني بتسديد الرسوم الدراسية، ما الحكم؟ يا أبا آسيا بارك الله فيك، صلى الله تعالى أن يوفقك لكل خير وأن يبارك لك فيما أعطاك وأن يجعل هذه المدرسة منارة خير وهدى بإذن الله تعالى وأن يبارك لك في عمرك وفي عملك. أخي الفاضل أرجع لهم رسالة في الشهرين، ذلك أنني سألتك وقلت لك هل بينك وبينهم شرط في العقد الذي بينك وبينهم أن الرسوم لا تسترد إذا انسحب الطالب؟ قلت لي ما في شيء، إذن
العقد هذا هو شريعة المتعاقدين، ولذلك أرجع لهم الرسوم، وستجد البركة بإذن الله تعالى في مستقبل مدرستك. وما دام أن عندك مثل هذا يعني التسامح ومثل هذا التيسير، ستجد البركة بإذن الله تعالى. إخواني وأخواتي، انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج. غدا الجمعة عندنا حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب، وكذلك يوم السبت القادم بإذن الله تعالى حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب الخاص بالبرنامج. ألتقيكم مباشر يوم الأحد القادم على خير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.